بكم. الحمد لله، تحية ليك وتحية لكل العمال وكل العاملين وكل شغيلة في يوم عيد الشغل. تحية لكم كذلك. أنا ما عنديش أي شغل، راني خدامة اليوم. نعم، يعني هي مجموعة من الفئات اللي كتشتغل في الأيام اللي كتكون مثل هذه الأيام، هذه أيام عطلة بالنسبة لنوع موظفين. طبيعة العمل هي اللي كتحكم. نورمالمون إذا السيدات اللي اليوم راهم في البيوت ديالهم وعندهم فرصة يمكنوا الرجيلات ديالهم، شنو كتقولي لهم وشنو كتنصحيهم؟ فوالا، كنا البارحه هنا تكلمنا على لي كوماج ديال اليدين كاول مرحله. نعم. العنايه باليدين كذلك القدمين، بحيث الكوماج اللي قلنا كيتعمل على اليدين كيف كيقدر يتعمل على القدمين. دونك حنا كنحاولوا نتبعوا مرحله بمرحله باش يكون هذاك لو سوان كامل، وكيف قلنا يكون اسبوعي. دونك ملي عملنا الكوماج ديال دونك المرحلة الثانية، أننا كنزولو داك الكوماج تنغسلو اليدين، تتغسل اليدين مشحون مزيان. نعم. من بعد كاين يا إما يعني كندوزو مرحلة ديال الماسكات، يا إما إلا بغينا واحد العناية تكون يعني مركزة أكثر، كنحاولو نعملو حمام يعني أن با اليدين والرجلين. هاد الحمام هذا غادي نعطي جوج أنواع، واحد اللي غادي يكون زيوت العطرية، وهذا ممنوع على السيدة الحاملة، والثاني اللي غادي يكون بالأعشاب، وهذا يقدر يستعملوه جميع السيدات. دونك الحمام اليدين والرجلين غادي يكون فيه حليب كاس كبير، زيت أساس ديال الحامض 3 قطرات، وزيت أساس ديال الخزامو 3 قطرات، ومعلقة صغيرة ديال زيت الزيتون. دونك كنخلطوا هاد العناصر كامله وكنعملوها تدفى، يعني كندفيوها في الميكروويف ولا كندفيوها في الزماري. من بعد فين كنحطوا فيها اليدين يد بيد. نعم. يعني كنعملوا اليد الاولى كنخليوها واحد المده حتى كيبان لينا بدا كيبرد شويه داك الحليب، كنردوه كندفيوه عاوتاني كنعملوا فيه اليد الثانيه وما كنغسلوهمش. دونك نعاود المكونات ياك. نعم. ناخذ كيس كبيرة ديال الحليب، حليب عادي مع زيت أساس ديال الحامض يعني 3 قطرات، وزيت أساس ديال الخزامة 3 قطرات، ومعلقة صغيرة ديال زيت الزيتون. دونك كنعملو هاد العناصر كلها، كنعملوها تدفى في ماغي ولا في الميكرووند، المهم يكون هاد الحمام هذا تيكون دافي. كنعملو فيه مباشرة بعد الكوماج، ملي كتغسل اليد وكتنشف كنحطو فيه اليدين أو الرجلين، وكنخليوها يد حتى كيبدا يبرد داك الحليب كنرجعو ندفيوه وكنعملو فيه اليد الثانية. وممكن أننا هاد الوصفة هادي كنحتفظو بها في الثلاجة، كنحتفظو بها في الثلاجة لمدة ديال 5 أيام، يعني نحاولو شاك يوم كل يوم نعملو هاد الحمام اليدين باش ما تضيعش لينا الوصفة ديالنا، كل يوم نعملوها. نعم. حيت ما غير هو ماشي كل يوم نعملو كوماج، يعني الحمام اليدين ولكن الكوماج ما نعملوش كل يوم. دونك فوالا، يمكن لينا كيف قلت هاد الحمام اليدين نعملو حتى القدمين اللي بغينا، ويمكن لينا ما نعملوش الزيوت العطرية ونعملو الأعشاب. طريقة باش كنعملو الأعشاب، نحاولو ناخدو الأعشاب اللي مفيدة بحال الخزامة بحال الزعتر بحال الورد. مفيدة بمعنى؟ نعم. بمعنى يعني ما كتقولي مفيدة، يعني هي مفيدة واش فقط من ناحية الرائحة أو لا أيضا من ناحية المكونات كتعطي، يعني كيستفد منها الجلد ديال اليدين والرجلين؟ بطبيعة الحال هي كتعطي إفادة بغض النظر على الرائحة، فهي كتفيد الجلد كترطبو كذلك، حتى كتفيد ليسخي، يعني ديك الريحة ديالها كتكون شوية غولاكسونت وحتى فوالا يعني عندها فوائد كثيرة. المهم بحال الشكل ديال الخزامة، غالبا كتستعمل الخزامة في هاد الحمامات ديال اليدين والقدمين. الورد كذلك مفيد، شويه ديال الزعتر، يعني شويه ديال الازير تيكونوا قلال، يعني غير بالبوانت ديال الاصابع كناخذو غير شويه وكنعملهم في واحد الكومبريس، واحد الكمونيطا باش ما يتخلطوش لينا مع الحليب، كنعملهم في واحد الكمونيطا وكنخليهم كيدفاو مع الحليب، يدفاو ومعاهم شويه ديال زيت العود، وكنخليو يدفى هاد الحليب مزيان. من بعد ما يخرجوا من فوق قطرات ديال الحامض
فوالا صافي. وهذا هو الحمام اللي نقدروا نعملوا فيه بنفس الطريقه، نعملوا فيه اليدين اليد الاولى حتى كتبرد يبرد الحمام شويه، وعاد نعاودوا اليد الثانيه. علاش كنقول اليد بيد؟ لانه كنخليو كنحاولوا حيت الكميه شويه قليله كنحاولوا نعملوها في واحد لوبون اللي فيه. نعم، ما يمكنش يتعمل لينا فيه اليدين بزوج. وكذلك ملي كتعمل ايد وحده كتقدر باليد الثاني تقدر تعمل واحد الماساج لليد باش تحاول تخلي هذه المكونات هذه تدخل مزيان لليد وكذلك القدم. نعم، نتمنى ان السيدات يعني يكونوا كيستافدوا معنا من خلال كل هذه الوصفات اللي كتقدمي لنا ايمان التازي. يوم غد باذن الله لقاء اخر معك ووصفات جديده كتقترحيها على المستمعات. شكرا جزيلا لك.